السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته يمرت شرفته قيمة هي قاية مدن إيمانته حفلة دان نقرص وقيب قشي سقوطين تا وحفلة دان وسقوطين تا مدحوينة حسن شيخ محمود يسودوين تا مدحوينة محمد عبد الله فرماجو لما وكده ركسين تين وحامين تمان تسقو إيماني وجالي دي سومالي دي مقالة دي جدا قاران حافظة بوادي oo maanta runtii guntii dhishis kaga dhigtay sidii u soo dhaweyn lahaayeen madaxweynuhu cusub ee maxamed abdullahi farmaajo ee u soo gootin lahaayeen madaxweynaha cusub ee madaxweynaha xilka hadda ka dega xasan sheekh maxmuud waayaa barnaamijkeena ayaa mar dhaw gudagali doonaa barnaamijkeena qaybo badan oo aad iyo aad u fara badan ayuu ka koobnaan doonaa hasa ahaatee waxaan ku furfuran doonaa waxa lagu furto waxa ugu kheyrka badan waxaan noo akhrin doono فضيلة الشيخ أويس محمد حسن أو كم ذا علماء الدين كارير بوعدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أيام هذا إسكاله ومشان ما أنت نقول كل مية حفلة دانتينا أو رق أن نجمد أي كسو شقيين إلهي هوجزي خير كاس وحن ليه هاي آياتك القرآن كأن أخرية أيام ربعين أن سدح آيات عمل أن كفسره أيدهاس وحين ليهن يا أيها الذين آمنوا كو يا الله رسول رمينو أطيعوا الله إلهي أطيعا ورسولهن أطيعا ولا تنازعوا ها إسلدوا ذينا ولا تنازعوا ها إسلدوا ذينا وكما أنك إنساس نورها يا إلهي ولا تنازعوا مع قدم بيو فتفشلوا قفك مركي دود دعيتي ما أضع ما دود دعي بدأت وحائي ما هاي فشل ولا تنازعوها إسل الدودين أو فتفشلوا مركاسيات فشلنتان واصبروا أيون الله إلهي لصبر إسو صبر إن الله إلهي مع الصابرين كوا إسو صبره أيو لجرا مركي أنا لقى إسو دول غادنو أو مثكي نحن مارتي أنا دول غادنو كي نسنا مارتي يعني أنا لقى أنا سهجا جنو إلهي وأن الصبر مرك إلهي إلهي وبركس وان وان دلجرا وعقلوا إلهي نليه وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله خطابك وحوك جدا نبينا عليه الصلاة والسلام وحن ربائنا أنك صوت بقى أيضا دور الشهد المدحوين هنا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وإن يريدوا هدي أي دمعان خطابك ونبينا عليه الصلاة والسلام قال له جيلا أن يخدعوك إنه خيانا فإن حسبك وكم حسبك هذا يا محمد إنك حسبك هذا كم وكم هو الله وإلهي الذي أيدك بنصره نصره سيدنا كو أيدي
وبالمؤمنين أنا كوغو أيدي نمنك مؤمنين تأه أو أديك كرميين ونصر النبي عليه الصلاة والسلام أيو إلهي كو أيدي وألف بين قلوبهم أو لا إلهي قلوب تودنا كوسا الضمي أيغانا إسو الضمي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وإلهي نبي محمد لو أدبحيلهت دولك أنت تالو أمي أو مال لو أدبحيلهت ما ألفت بين قلوبهم ذات كاسي قلوب تودا إسو مكين إلهين ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إلهي أيادتك قلوب تودي كوسا دمي مركا مدحوين هنا محمد عبد الله فرماجو وحان لسعنا جيبيين شعبيين أمارة الصومالية إني آد يا آد أي أجع لا يندور الشديسة قف كستو صومالية المكة اللي را مانت مانت يا دور هيسا وعي كلهم فرماجو وريا دور هيسا فرماجو يا دور هيسا فرماجو لماذا إدت كساس أي أجرهن لماذا إدت كساس أي أجرهن وحي كأركان وحي أسيق أي كأركان يا وحي أو نوبلن قاضي فرماجو مركو رئيس الوزراء أو هاي وحن كنا قين إنه نن مواطن الصومالي يحي إنه الصومالي ذا كذا تقدر متك ضعيف ك متك إلى يكون مسمديدة مارت يعني مسكين كأنه أكالمي وحكى لو جرى مدحوينا إنه نوبلن قاضي إصلاحات إصلاحات يعني إسبدل لعدونه أو نوبلن قاضي مركي دتك أي مغلين إنتاسي آد يا آد أي أوجو بجين إنتاس إصلاحي مدحوينا هنا أو نوبلن قاضي يوحان مدحوينا هنا أوجو برناي أي عندونينا وحان ربنا إنه إلهي كدقو كو إلهي أو سيء معرفة معبود كقرآن كريم كأوكو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إلهي مدحوينا كواس كمل دقو وحان كبلن قاد وحنا بلن قاد يوحان أوجو برناي مدحوينا عبد الله فرماجو إلهي هكوجو لي إنه نوقفت إن شاء الله تعالى إلهي هكوجو لي إنه نوقفت إن شاء الله تعالى إلهي هكوجو لي إنه نوقفت إن شاء الله تعالى صومالي هنولاتو هنولاتو صومالي وهاجع آدا يوم سني هايش قويس محمد حسن رنتي وحودي بنو حسوسية حلق دور الشرع رنتي وهل شيء محمد عبد الله فرماجو حلق وكوجو لي سنة إنه شيخ بشير صلاة وقطبة تلمدة وكورجي دي لبض قاله قالها الشعب كي قالها ثربا تاسو أور سيتين وكوكو ليستوح لو أنا دونا رنتي سكل سوني له وكلي اللاب له الشعب كارن تودي أوجو أبين إن وعذين مدحوين محمد عبد الله فرماجو أجري حسنا ده على سوكو وكرنا الله كسي شيقة ولي وحنا حم قرن إن برنامج كي نمانتا رنتي هاتنا وح إن اسم قلنا وحول بكون أحسن ولي برنامج كي نيا يعني حم قرن إن عيدو waxaan imankana aan siin doonaa shaki kuma jira shabeel inuu bahal yahay runtii masuul sare oo ka tirsan shirkada dhismaha Hebel oo kamid ah laf dhabarka maanta suurtageliyay in xafladaan la qabto ee runtii asaga laantiisay suurtagal ahaan lehen xafladaan inay heer gasho runtii engineer Yasiin Maxamed Barre wuxuu kamid yahay masuuliyiinta injineerada fara ku tiriska ee runtii ku sugan mamlakada Saudi Arabia waxaan rajaynaynaa in sida kuwan oo kale oo dalkeenii hooyey Soomaaliya uu ka hirgelin doona muddooyinka soo dhow maadaama uu isbeddel imaaday guriyahan isbeddel aan rajaynaynaa inuu ku imaado hadaba mustaqbalka aan u yeero engineer Yasiin Maxamed Barre saaxib kana wax xaqiina بسم الله الرحمن الرحيم وحان ربا مركا انان ماركت هل كان مركو قوه الرئيسو ان كسلامو مدحوينها جمهورية ديمقراطية صوماليا مدان محمد عبد الله فرماجو ملام وحان ربا انان مركا لبات اما مركز الدحاد هل كان مركت ان كسلامو ان قدوميها بارلمانكا ايو الدمان حل دبانة صوماليا او شرفت له او سيدة شرفت له maanta Soomaaliya inay halkaan ugu soo wada banaan baxdo oo ay farxad muujiso oo meel walba ay farxad ka muujiso sahlay ayaan waxaan rabaa inaan salaamo oo mar laba iyo mar saddexaad baan salaamo baad salaam mar rabaa inaan ku dheeraado waxaan jeclaa inaan barnaamijyo badan oo dambe aan ka qayb qaato walaa waqtigu uu yar yahay dadku ay fara badan yihiin waxaan rabaa inaan halkaan kaliya aan ka jiraa laba kalmadood taas oo ah
وحا إسوا وكي شيء أو أن ربا إن المقعد كوها الأمد بدن أو سوماليات أو أن سكولك شغين هالميل رقاسي وقاري دور بقول أو قل قود أو يرهدين ولا الأنقو ما وضح اللي كرني أديك النوع هذا مدن مدح ويني وحا ربا إن كوشا وقمانتا إن أي جوغان أمد سوماليات أو بدن أو أن هل يلبا أهين إيه ربا إن ودنكي انت كل لابتان كل دسان كل قرب قلان ميل والبو أجوكتنا aad ka soo muuqato oo tiraa wadankii waxaan aniga umada Soomaaliyeed aan u ballan qaaday waa ka sa bidhaamay wadankii wadan aan qurux lahayn wadan aan bilic lahayn waayag aad ayuu maasan yahay engineer Yasiin Maxamed Barre si aad ah inoogu faahfaahiyay walaa xataa uu tataabtay isbeddelka Soomaaliya iyo guriyaha tayeentood waxaan rajaynaynaa insha Allah mustaqbalka dhow inaad guriyaha noo tayeen doontid oo ila qaabka ugu dambeeyay shaqadaha noo saari doontid waagaag ka rago laba saar runtii waxaad u mahadnaqayna runtii dumarka waa lama taabtaan waana lama horaankii xafladaani runtii waxa soo qaban qaabiyay dumar fara badan oo ku sugan isla hoolka ayaga inkastoo aan isla wada gaari karin hal iyo laba hadaan qac ka siiyo madahooda maamulayaasha sare xagga dumarka xafladda ka qayb qaadanaya waxaa ka mid ah Saare Yuusuf Barre iyo Luul Maxamed Yalaxu iyo Maryan Aadan Maxamuud iyo Luul Gaaciye Cabdulle iyo Leyla Yuusuf Barre haddaba waxay ka mid ahaayeen qabqamayaasha xafladda caawa wayna nala joogaan waxaan leenahay kun iyo koob jeer waa u mahadcelinaynaa maadaama hooyooyinka ay yihiin lafdhabarka weliba shacabka hooyo la'aan lama noolaan karo hagaag intaas aan ugu gudba mahadnaqa waxaan siin doonaa qofka saddexaad aan siin doono wuxuu noqon doonaa markaan yar eega saas qofka ugu daada yar maan dhahaa haye ka rog waa Maxamed Sheikh Maxamuud Dr. Badiyo aan ku soo dhaweeyo saaxiibkan oo xaqiina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مركه رأي إلهي سبحانه وتعالى أو نقول جمعية هل كان أسوك عيك يعني أن نرعاه ودبال دقينا دولة دينية مدحوينها أصب أيامكم مهدينينا marka labaad waxaan u mahadcelinayaa qaban qaabiyashii noo soo agaasimay xafladan quruxda badan oo ku bixiyay juhdi aad u fara badan marka ku xigta waxaan u mahadcelinayaa ka soo qayb galayaasha dhammaan mas'uuliyiinta iyo shacabka hooyooyinka nooc kasta oo bulshada isugu jirto oo u horeeyo umdaha سعود عربية لجالية الصومالية سعيد عمر بدماح انت دمان واندين مهد علينا يا انت كبعد يوحن ربا انا ندور اري او كو اهدن حفلة دان عاوة امورها اللوغة جيد انا كايرا هذو او يقوه الرئيسو سيدي حفلة دبلغو ما موسي افتتاح هذي هوري sagootinta madaxweynaha hore iyo soo dhaweynta madaxweynaha madaxweynaha hore waa sagootineyna madaxweynaha cusubna waa soo dhaweyneyna hambalyo iyo bogaadin aad u weyn ayaan ugu bogaadinaynaa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdalla Farmaajo Maxamed Cabdalla Farmaajo uma baahna dardaaran annaga ayuunbaa maaragtay kalsoonideeda iyo baahida u qabna muujinayna waa ogyahay sida loogu baahan yahay waa ogyahay waxa hor yaalla waa ogyahay waxaan waa u ducaynaynaa waana garab istaagaynaa ilaahay inuu u fududeeyo waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo ummada soomaaliyeed cod dheer ugu baaqo wax badan baan waxaan iskugu nimid ama telefishoonada iskaga baahinay iyo baraha bulshada dhibaatooyin colaado qaraxyo dhibaatooyin fara badan ayaan iskugu nimid ama iska dhageysanay alxamdulillaahi caawa waxaan iskugu nimid dabaaldeg qaran dowladdeedii hore oo aan sagootinayno iyo midda cusub oo aan soo dhaweynayno waa wax ilaahay aad looga mahdiyo annaga oo aad u rajaynayna midaanu midiinna anfacdo inay noqoto oo kuwii hore ka sii wanaagsanaato
برواغا ايو برارة ايو تارغت كان لنا هنا انا كوغاري دونو ايان الهي كرجينا هنا ندتك ايا بدن غيغضا يريار بان الانسيي وحان ربي لها شعب كالصوماليات انا نوغو باغو واد اوكتهين واكالاقو قبان ناي صومالي هدان ناي واكالا حرحريسان ناي een xarana waxa lagu ogaa duunyada dad lagu ma ogeyn duunyada hadii la xareeyo oo si khalad ah loo xareeyo ama xero aan munaasab ahayn lagu xareeyo xooluhu way jiiraan ma xoolahaannu ka liidanaa in la kala qoqobo oo aan kala qoqobaano ma wanaagsana Soomaali meel joogtaba qoqobka ka soo baxdo ha isku timaado hamidowdo Soomaali hamidowdo xariyaha lagu kala xareeyay iyo kala googoynta ha soo jiirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayuu maadsan yahay maxamed sheekh maxamuud doktor baadiyo wuxuu ka mid yahay runtii odayaasha reer bawaadi oo si aad ah u wada garanaysiin waxaan nagu soo biiray dhawaan haddana ina soo gaaray runtii fanaanka weyna caanka ahaa Mustaf Sheekh Aadan oo runtii aad ku wada xasuusatiin heestii nabada naas luuga leh ee shirkii carta aad ayaan rajaynayaa shacabka shacabka waa xaggiina nagu soo biiray alfanaan Mustafa Sheekh Aadan aad hadaba shacabka waa xaggiina Mustafa faahfaahin dheer oo uma baahno waa fanaan caan ah waa fanaan Soomaaliyeed si aad ah iyo shirkii carta ee runtii oo lagu soo doortay madaxweyne Cabdiqaadir Salaad Xasan ayuu ka mid ahaa dadkii sida aadka murtidii madadaalada aad noogu daadihinayay Mustafa Sheekh Aadan oo maansan yahay fadal hal iyo labo bal ka waran maanta assalaamu calaykum nabada naas la nuugale nabada naas la nuugale nabada naas la nuugale nabada naas la nuugale naxariis ee barno la raaxale naafu waarale Soomaaliya Soomaaliya jidka fiican qabsanay jidka fiican ogaada jidka fiican haddaan qabsanay walaalyaal waxaan idinka codsanayaa waxaan idinka codsanayaa inaad dawladda cusub oon garab joogsano jidka cusub aan qabsanay dawladda xaqa ku timid ee rabitaanka dadweynaha ku timid maxaa tiraadeen hanaato farmaajo guulayso ummadda adigay ku sugaysaa guulayso garab kaagaan joognaa asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu Mustafa Sheekh Aadan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay fanaankeena caanka ah oon ku xusuusanay shirkii carta waa hagaag runtii hilmaan hadal kuma jiro dad badanna way ka wada dhawaajiyeen dowladan inay tahay dowlad shacbiyadeed oo shacab uu soo doortay baarlamaanadana ay matalayeen shacabka Soomaaliyeed hagaag haddana aan u yeero maadaama dowladdu ay soo dhiseen muddo ninkii dhisaa ka